إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد مفردات إضافية وأريد ليراده لغو كبهي عشر كي هوري أما لغو كردينيو العرض صوبانديك انظر ايق واستمع دقيسو وأعد كعلي أريدا يعني ليرادك الأول وككوبات الثاني كلبات الثالث كصدحات الرابع كأفراد الخامس كشناد السادس كاللحاد السابع كتضبات الثامن كسيديدات التاسع كسقارات العاشر كطبنات التدريب الأول رتب الأعداد هذا رأيضا نسكوها قاتش وهي مغي نوقرن التاسع العاشر السابع السادس الثامن دبادن السادس كبر أو كاسا أو غير أوه سي أنت كلام دبنا واحد رأي السابع الثامن التاسع العاشر خان هذا بنام كبو حبو كوري التدريب الثاني كلا بدو حوي سل بين العدد وترتيب واحد حري رسا ترى ذا نمبر كأه إيو سل بين العدد وترتيب عدد كأي ترتيب تحريري ويسكوها قاتي هلك السابع باكو قرن وحكو بيجن ترى هان الثامن دبنا السابع عدو كوها قاتي التاسع باقرن وحكوه سيال العاشر عشرة أوقيتهم نادا إسكوا بيك السادس باقرن وحكو قرن هوس قرن سبعة اسم لها إسكوها بيك العاشر بارك قرن تسعة كوهوس قرن خانديسة عشرة كوها بيك الثامن بارك قرن وحكو هوس قرن دبنا ستة أو لحقة دبنا ترى دي يسلا دورة قرالك هي النمبرك لبضا يسلا التدريب الثالث اقرأ الأعداد ترتيبيا تروين كان قرن سي ترتيب سن أخري أو سيدي لو سو بلا بتريا محاي مكا قرن عشرة ستة ثمانية سبعة تسعة با قرن ترتيب هذين أخر واحد نقول إسا هل كوبوه سيساوا ستة مكا نقرن ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بين مكا أرينا مكا ترتيبيا لو قرن التدريب الرابع كأفراد وحوي سلبين العدد والصورة واحد حريري سا ترى ذا يصور كحريري هل كأوحى كقرن الثامن ترى ذا أوحى كطول قرن نن صور كي لابط لابط أوحى كقرن سبعة وهذا ترى ذا لا حريري سا كسيديد كقرن تها كبيع جوا قوتم بيا العاشر ما هل كقرن كتبنات وهذا ترى ذا كبيع جن نن بركيز أو كقرن هاي سجال كتبناتو كقوتم بيا ككهرية الله إيجو السابع ما هل كقرن وحى كبيع جن نن لمبركيز ستة كقرن لابتيسة السابع أو كيل لقب لعبئة كوبيك كسبعة كقرن تهاي وحالك كقرن هوها التاسع باقرن كسجالات وحنا كوبيكن نمبر كعشرة منك كقرن تهاي هذا بقى التاسع واحد كوبيكيسا كلامات أي سليهن السادس باي نقطن بيا وحنا وحنا كوبيكن نين نمبر كيسا كلاب تقرن تهاي ثمانية كأصدحات بقى ستة isku beeg marka way ku isle atraakibun nahwiyya tanawwa taraakibta ama jumloyinka xagga nahwada atadribu alawwal tabaadali su'aala wal jawaab ma'a zamiirik iswaydarsada adiga saaxibka weydiin iyo walaalin oo iswareysa kama fi almithal sa tusaalahan almithal ay tusaal wuxuu yahay taa waahid ardaygi koobaad baa yiri ila ayna tadhhab halkee tagiisa taa tani wuxuu la adhabu ila almasjid alharam waxaan tagaya masaajidka sharafta badan ayaan tagaya taaytiniin baa dad waxid baa hadnay limaada maxaad u tagaysaad ka doonaysa taaytiniin baa ilaa usalli jumuca inaan salaada jumuca ku tukado marka maxaa ka qoray masjid xaraam al jumuca intaas aa qoran hadaba al masjid nabawi al fajr baa halka ku qoran dabadna intii la kasay waxa tiraahda ila ayna tadhab halkee tagaysa wala soo ornaya adhabu waxaan tagaya ila al masjid nabawi masaajidka nabiga رسولنا اللي ماذا محاذو تقيسا رسولنا اللي أصلي الفجر إنا نكسو تكدو صلاة الصبح حكنا محاكو قرر المسجد بلال الظهر باكو قرر انت سؤالك سنة يبو كله أو واحد راه هذا أين تذهب هل كي تقيسا
وحنا أذهب إلى مسجد بلال وحنتجي مسجد رب بلال وصلنا لماذا محاد كدون سال وصلنا لأصلي الظهر إن ندور ككوت كدون هل كان صباح كقار مسجد عثمان العصر تبنا أنت سؤال أوسمه أضاطي هرو قياس قادنايا إلى أين تذهب هل كانت تجي أذهب إلى مسجد عثمان لماذا محاد كدون سال لأصلي العصر إن صلاة العصر كنت كدون هل كان صباح كقار مسجد عالي المغرب سؤال على قسمينيا إلى أين تذهب هل كانت تجي إلى مسجد عالي لماذا محاد كدون سال لأصلي المغرب إن صلاة المغرب كسود كدون وعكسي حكتا مسجد فيصل العشاء إلى أين تذهب هل كي تجيسا إلى أذهب إلى مسجد فيصل أين تجيا لماذا لأصلي محاك الدور يسأل لأصلي العشاء سأل وسوت كذا صلاة العشاء وعكسي حكتا المسجد الحرام الفجر ما حضرناك قرآن لكم إلى أين تذهب هل كي تجيسا أذهب إلى إلى المسجد الحرام أن تجيا لماذا لأصلي إن كنت كذا الفجر صلاة الصبح التدريب الثاني وحوي تصارها ليلة كلابات اسأل كما في المثال سؤال الصمية السادة تصارها كقرن المثال وحوي لماذا أنت مسافر إلى مكة محاد مكة أتغيسها أدو أنت يمكة وينو قرن سؤال بلق اسمي مركة هذا بأدو حد أرنيسا سؤاشا سؤال ثمية من مكة وروح كلامه أرني حتى جواب كنتر كمو أرن محاد مكة قرن أنت المدينة بقرن وحرورا لماذا أنت مسافر إلى المدينة محاد مدينة كدونيسا حتى الله قرر لماذا هو مسافر إلى مصر محوم مصر رتقي يبال أرنيا هي تركيا هلقنا قرر لماذا هي مسافرة إلى تركيا محاي تركيا كدونيسا أنت سوريا قرر لماذا أنت مسافر إلى سوريا محاد سوريا كدونيسا سؤالها سمي بكل التدريب الثالث ستحاضوح التبادل الحوار مع زميلك إذا أرسل وضع الشيكيس أدي صاحبك كما في المثال ستصال عن قرن المثال أول وحوي أم يدع المثال تصال وحوي تا واحد أردقي كبات بايرين ضع المنبه بجانبك وحضر عاقدك تا ساعدن كتوسين قراعيسا لنعاقدك تا اتنين وحوري هذه فكرة طيبة تاسوا فكر وناكسن بوري هذا القرآن بأي مكان كان يلا وحلو لنكرا اقرأ القرآن قرآن كأقرأ وصول هذه فكرة طيبة تنوى فكرة في عن الكتاب هذا نكو قرآن اقرأ الكتاب كتاب كأقرأ هذه فكرة جيدة وفكرة وناكسا أما فكرة طيبة وفكرة في عن الصحيفة اقرأ الصحيفة حاشدة شرائط كأقرأ هذه فكرة طيبة تسوى فكرة وناكسا وحقرا كنا الفاكهة وحقرا كنا كل الفاكهة فاكهة ضنعون هذه فكرة طيبة وفكرة في عن الشاي اشرب الشاي شاه عب هذه فكرة طيبة وفكرة في عن القهوة اشرب القهوة بنكع عب هذه فكرة طيبة الماء اشرب الماء بيهن عب هذه فكرة طيبة النظارة وحقرا كنا مثلا اشتر هذه النظارة ايبسو نظارة وهنا قال هذه فكرة طيبة كوانا كسمية يعني هي ساس وكالة هذه حوار كنوع عاصة تبادل الحوار مع زميلك التدريب الرابع تبادل الحوار مع زميلك اسوي إذا رسد عليها صاحبك ويدني ورعلي كما في المثال ساس تصالحا المثال تصالوح ويداء واحد أرديوك أدبايري أنا ذاهب إلى المسجد أنا مساعد كانت تقيا دايتني وحوري انتظر إسوك أنا ذاهب معك وانك راعي يا هكذا ما هو قرن المدرسة تبدأ نوحة هذا أنا ذاهب إلى المدرسة في مدرسة أنتقية وهو تبدأ ينتظر أنا ذاهب معك وانقر راعي أيسوك البيت فالك هو قرن أنا ذاهب إلى البيت أنا أقول لك أنتقية انتظر أنا ذاهب معك وانقر راعي المصلى وحانتقية ميشي اللي قلتوني أما مولعي أنا انتظر أنا ذاهب معك وحوني أنا ذاهب إلى المصلى مصليه أنتقية انتظر أيسوك أنا ذاهب معك وانقر راعي مكة أنا ذاهب إلى مكة أنا مكان تجية انتظر أنا ذاهب معك وانك راعي المدينة أنا ذاهب إلى المدينة بقال هذا مدينة تجية انتظر أنا ذاهب معك وانك راعي يسوق بمركب أورن كرام هي أورن يا كرنا الشقة أو أمشي للدجنة أنا ذاهب إلى شقتي وحن تجية الشقة ده أو دور كقول يسقي لا انتظر أنا ذاهب معك أنا وانك راعي
التدريب الخامس وهو وضع شاكيس والليلس شناد حول كما في المثال اسبدل كسماء ساتو صالحا المثال تا واحد وحولي يستيقظ مبكرا وحطو سا غور هوري سوقفك لك ورمي يستيقظ وحطو سا مبكرا تايتني وحول استيقظ مبكرا مبكرا انا غور ران توسا مركا لبدي اسكمد ماها من نوع قفل غور من نوع متكلم اساقو حالي تاسو كلي سمع تايتني وحولي يقرأوا القرآن قرآن كو أخريا اقرأ القرآن قرآن كأخري وأمر لكاريه ينتظر الحافلة وحسوكي حافلة أما بس كيف سوكي انتظر الحافلة أيها سوكي وضعنا فرطة مركة أدو يكنس الغرفة أي حاليا وضعنا فرطة مركة أكنس الغرفة سيدمك قري حال قولك أما أكنس أنا حاليا الغرفة يغسل الملابس وهم ما يقدر يغسل الملابس درك ميت يشاهد التلفاز وهو داونا يا تي فيجا شاهد يا كورن داو التلفاز ساسو كلا لو بدل كران ملخص تراكيب تراكيب تاما جمله يكون سو مرني او لو سو اوروري عمل سو كوباي قيبت كود waxaa weey اين تصلي الفجر هلكي ثلاث الصبح كتوكتا اين تصلي الظهر هلكي الظهر كتوكتا أين تصلي المغرب؟ هل عصر عصر كنت كتكتا؟ أين تصلي المغرب؟ هل كنت مغرب كتكتا؟ أين تصلي العشاء؟ هل كنت عشاء كتكتا؟ أين تصلي الجمعة؟ هل كنت كتكتا الجمعة؟ وأنت كقرن جوابتنا والله سمعين كلام. اثنين أنا ذاهب إلى المسجد أنا مساد كان تجيا. أنا ذاهب إلى المدرسة مدرسة أنا تجيا. أنا ذاهب إلى البيت وحن تجيا جريجا. أنا ذاهب إلى الطبيب أختار كبار تجيا. أنا ذاهب إلى مكة مكان تجيا. غير تصدعوا حوي. ضع المنبه واحد اقتها ساعدة توسيس قب أمام موبيلك ما حلقوا ضوئي مكا لقليه وقتك بجانبك لين عاقدك ضع القرآن كتابك القرآن بجانبك لين عاقدك ضع الكتاب كتاب عن القرآن كان وي بجانبك لين عاقدك ضع الصحيفة واحد اقتها جريدة بجانبك لين عاقد ضع النظارة مرايدة عندها جانبك اقتها ذلك قيب تافرادوها وي أصلي الفجر وحن كنت كذا مساجد صلاة الصبح المسجد في المسجد الحرام ما كنت كذا أصلي وحن كنت كذا الظهر في المسجد النبوي ما كنت كذا أصلي العصر وحن كنت كذا في مسجد بلال ما كنت كذا أصلي المغرب وحن كنت كذا في مسجد عثمان ما كنت كذا أصلي العشاء عشاء أصلي الجمعة جمعة وحن كنت كذا في مسجد علي أو قواتنا وغيبتها غيبتها مركا عشان هذا هو يستيقظ و توسا او برارغا تبعنا امر با لو بدل استيقظ توس با لورنيا يسمع و مقلا اسمع مقلا با لورنيا يقرا و اخريا اقرا اخري يضع دغا ضع دق ينتظر و سغيا انتظر سك يكنس و حاليا اكنس حاد يغسل و مريا يغسل مي يشاهد و داون يا شاهد داو يا كل و عنيا كل عن سدا مره فعل لو بدل مضارع انت لغا خي امر لغا دغيو قيمة الحاد وحوي قيمة الحاد لماذا أنت مسافر إلى مكة محاد مكة أو صفر يساعدك لماذا هو مسافر إلى المدينة محو مدينة أو صفر يا لماذا أنت مسافرة إلى مصر محاد مصر وتجيزا قبرها لماذا هي مسافرة إلى تركيا محاي قبل أو صفر يساعد تركيا الأصوات وفهم المسموع إما كان هو عضتك إيه إلا فهمه وحي لدقيستي أوقفه قران كرامرك واحد دقيستي أما إذا عضها النقطة أما عشراتها النقطة إنه فهمي كرام إما كان عشراتي عشرات وقال أيها لشيقية أولا الأصوات ونواقية حرف قصات وأبضا إما كلمة ده يأكل أحجرة كلمة والبا التدريب الأول ليلسك كوبات استمع دقيسه وأعد كعلي صالح ونين مقعي عصام وانين مقعي سهيب ومقعنين ليه صابر المدد كيس بضنا واصفه قصي وانين مقعي مصطفى وانين مقعي التدريب الثاني تصارها لبادوح ويستمع واعي بقيسو كسو علي سين با اوهر رأي قيب سين تبانا قيب سادة با كحكتا صبح حد الله الهدو وحويا الالهي بو اماني وتصبيح دي صبح او سادة با كحكتا وكوا بريستوي صور مباهل كاي نقر وجمع صور صور وحلا لهذا صور يصور باكل ترى صور هو ديرك مقالد اللي قد يرو أما مقالد بطن عثل اللي قد يرو مركا وحلا قشع بيا أسوار كانوا جمع صور
صور وهو ولا قربه وحوين والبناء العالي واسم ياسر دير أما اسمها دير أما اسمها ياسر دير يا له هذا صور أو سينا صور ضع مركها كذا ليس وحوين جمع صورة وصور كعادية وهكذا بيا صالح يا صالح لا بأس أذكر صالح يا صالح صالح وحرنا في مركو صالحين أيه حارها أيه أما شمبره أي حاريا بل صالح مركو سين هاي صالح نوع نوع ناكسن يشيء ناكسن سديد بعدنا هكذا كقرن هذانا سديد بعدنا بيسا سديد هو روح ويا سين وامد توسن أو مستقيم أو قمنوي سديد أنت ضمنا وحويان ويا عرنك وارد عنك ملاحظة بيجونا كل أحترم سدن وحويان محي واسين سدن وابي حرين كأكلة أما واحد الجوفيو أما ميل أوده سدن بعدنا كسيد بيسا سدن تعظم وقت كتشي أو عراض أو واحد كتشي تتو هذا واصاد مركت هاي سدن هذا نهاكن سين كي يصاد كي بس يحجى أحسنت وين صم فشوية أحسنت بهذا أحسنت أيها كذا بيسا أو والله أحسنت فرجها أو أحسنت وإلارين مركت صاد هاي أحسنت مركت سين تاني هو وناتش وحلو وناتشيو يصم فل يسحبون يي يسحبون بس تبقرن يسحبون ظهر واسين والتشيدة يا ويان أركا أيها التشيدة يسحبون والله لا صاحب يا ويان مركت هاي صاد waxa ku xiga asarru ayaa ka dambeysa hadana asarru kala ka sii dambeysa asarruuda hore way sirbay wax u sheegeen weeyaan tasaadina asarru way ku adkaysan israar balayda marka raygaaga iyo go'aankaaga ku adkaysato ayada asarra tanna waa asarra oo sareysi ah asa wuxuu u dhaw yahay way wasi asaaba hadana ka dambeysa uu amar diido cisyaankii weeyaan asalihaat iyo asalihaat baa isla qoran asalihaat hore waxa weeye waa wixii saaleenaya xoolaha oo kale تنوى الصالحات وحيابها والباقيات الصالحات وحيابها وناكسن خير كأه حرس أي حرس ما يستوي إلا حرس الرواسين وإداليو حارس وملكو حلالنا يو حرس الضمنو الددالوية هو من الحرس الددالك خميس يا خميس ما يستوى قرن خميس ده روا يوم ما أنت خميس ده هل كان خميس بعد أنا قرن رواسات ومرك وبقي يبيرك يسكون له إلى هذا خميس بقي وكغو قاشا أوجيد دروس هي دروس ما يسكت حاجة دروس انتهروا وحوى يو عشرة دي أي نقطة دروس ده تندم واسات دروس وحوى نافك وحشة طلابة النف يلا هذا دروس أي دروس وحلا استعمالها دروس ما تعرف هذا وكرر من تاي لكن دروس ما كيقولون تاي وحلا استعمالها حيوان ير والله استعمالها وحلا استعمالها كلمة أرق آت كأمارتي شايف ده هذا أرق أرق أو شايفه قفل وقوله قارس دروس يقارس قارس وقارس يقارس دروس تاهره وحيوان وحيوان ير ويان تاهره قارس لما سيسود قارس وحيوان قارس وقبوغ آت قدر بردون قارس ولا هذا شديد قارس عندما كلمة أدق كلمة أدق وقارس عندما لكن دروس تاسي وحيوان ير أما وحشت يا ريسا لا هذا ويان طلابة دير أما حيوان ير أو أويني دويبة قارس وبرد شديد قارس قبو أدو أدك قارس وكلمة أدك نكاسة وفورس ويان أو مارتي مدحيسي يمشيسي واسوي دارتي نكاسة بها تنكتن بيسا أو صادة طورنو واسين نكاسة ديبو قرشة ديبو نقشة أو اسمي ديبو نقدين dib ugu noqday arayadaasi isu dhow aad kala macnaha ah ayuu doonayaa inaad xafido atadribu thani istamic waaci dhageyso oo dabada ku cali waa aayadii quraanka wala casri baan ku dhaartay waqtigaan ku dhaartay in laysan dadku la fi khusrin khasaare ku sugeen wal iyad billah illa ladina aamanu kuwa ilaahay rumeyay oo amalu salihaat ee acmaasha wanaagsan la yimid mooyaan wataasoo isu dardaarmay isu sheegay bil haqqi runta iyo haqa iyo toosnaanta وتواصل بالصبر أتكيسك إسود الدارم وأنا قوات كيستان هي حق إلي قوات كيستان والصافات صفهم بأي لهي روح كل عارتي كوة صفك الجلة وملائكتها عبادة دي أصفتان إلهي سبحانه وتعالى هي صفه قلان هذه صلاتي هذه غير كتهيبة أما والصافات صفا وحي سفيهين ويسربيهين ويسي سربان وشوغان هودا يقو قربها في دنيا والصافات كما قربها في دنيا ملائكته يقو أمرك إلهي سوقية وهيقنا أما صلاة يسوس سمان أو يسوس أربان
iyagoo yani ciyaadi ilahay gudanaya fatubsiru way yubsiru ba ilahay nabi allah waad arki doonta iyana way arki doonaan kuwa galada bi ayyukumul maftun labadiina adiga iyo kuwa galada ka fitnaysan ee balaayaysan waa wala arki doonaan maalinta qiyaama wasbir ku adkayso oo ku sabir ala ma asabaka wixii ku haleela ee kugu dhaca ee dhibaato ilahay dartii ugu sabir wasaadiqiina kuwa runta sheega wasaadiqaati kuwa runta sheega dumarka wasaabirina kuwa dhibaatada xamila ee u adkaysta sabirka noociisa kala duwan haddii cibaado lagu sabiro tahay haddii macsiyo laga sabiro tahay haddii ay tahay dhibtoo lagu sabro wasaabiriin kuwa adkaysta wasaabiraati dumarka adkaysta yacni aayadahan oo dhanna waxaa ku badan ama siin ama saad oo labada xaraf ee kelmada ay ku jiraan ma inuu soo qaadaya waqsid dhexdhexaad ka dhig fii mashika markaad socoto waqdud hoos u dhig min sawtika codkaada ina ankara aswaad codadka waxa ugu xun oo ugu liita la sawtu lxamiir codka dameeraha ayaa ugu xun uguna qaylo dheer uguna dhawaaqiyo sanqadh badan markaa codka dheeri yacni waxa weeye waa dhibaato aaniyan fahmu lmasmuuc waxaan imankana soo qaadanaynaa wixii la fahmay wixii la dhegaystay in la fahmo atadriib istamic uma da calaamata saxfi lmurabic lmunaasib dhegayso oo dabeedna meelaha muuqdo oo dhan waxaad saartaa sax saad markaad dhegaysato meesha saxda ah ee akhriskeeda markaad dhegaystay iyo qoraa iyo sawirkeedu isleeyihiin imanka sawir baa ku wada qoran markaad cajalada ka dhegayso sawir ku akhriyaya ka saxda ah sax sax wixii saxa ee sawirka iyo qoraal akhrisku isleeyahay atadriibu thaani istamic uma da araqma fi lmowduc fi lmurabic lmunaasib kuwana dhegayso oo dabeedna number ku qor xagga xisaabto tiradii weyna raqamku raqamka munaasabka ah ama murabaca munaasabka ah murabica munaasabka ah murabaca munaasabka ah munaasibka waxaad saartaa fi lmurabic lmunaasib ka haboon waxaad saartaa ama labajabaaranaha ama afargeeslaha ku haboon raqamka iyo ku qor xisaabta atadriibu thaalits istamic dhegayso ila su-aali su-aasha dhegayso uma dac araqma fi lmurabic lmunaasib markaad dhegaysa su-aasha haddana nambarka ku qor meesha munaasabka ah munaasibka ah waad arkaysaa dee halkan suuriyaa ku qoran makataa ku qoran waad arkaysaa almadiina baa qoran haddii saa la akhriyayo dee waxaad ku qoraysaa murabica raqabka munaasibka ad ku qoraysaa atadriib araabic istamic ila aljumali jumladaha soo socda dhegayso uma dac waxaad dhigtaa calaamata sax calaamada saxda adhig fi lmurabic murabac lmunaasib afargeesla haboon dabeedna saar alkalaam imikana waa hadalkii atadriibu alawal waxa weye layliska koowaad tabaadal isu-aala waljawaaba maca zumalaa'ig waxaad isweydaarsataan adiga iyo saaxiibada su-aala weydiin iyo warcelin qaybta koowaad alif baa u horeeya qaybtaa koowaad alif baa u horeeya waa alif waa qaybtii koowaad daa waaxid ardaygii wuxuu yidhi koowaad ana musaafirun ilaa makata anuu makaan u safrayaa daytinimbaasna wuxuu yidhi ana musaafirun ila lmadiina ana madiinaan u safrayaa ka hore wuxuu yidhi ana musaafirun ilaa makata anuu makaan tegayaaye intaa salaala akhriyaya dambe ilaa ayna anta musaafir aduu xaggeed u socotaa wuxuu yidhi daytinin ana musaafirun ila lmadiina anugu madiinaan u socdaa ilaa ayna anta musaafir adigu si xaggee tegaysaa buu isna yidhi dabeedna waxaa sii socda halkaa waxaa ku qoran markaa turkiya iyo misr iyo suuriya iyo baakistaan wuxuu markaa odhan karaa ana musaafirun ilaa turkiya turkiyaan tegayaaye ilaa ayna anta musaafir aduu xaggee tegaysaa soonay ana musaafirun ilaa misr anuu masar baan ku socdaa ilaa ayna anta musaafir ilaa ayna anta musaafir soonay ana musaafirun ilaa suuriya suuriyaan ku socdaa ilaa ayna anta musaafir xaggeed u socota adigu sababna yuu odhanaya karana ana musaafir ilaa baakistaan isagaa u dambeeye baakistaan baan tegaya ba waa qaybtii labaad tiniin ardaygii labaad baa yidhi ana wuxuu usalli aljumcata fi lmasjid alxaraam waxaan ku tukanayaa jumcada masaajidka masjid alxaraamka ayna tusalli aljumuca adigu halkee jumcada ku tukanaysaa daytiniin baa yidhi usalli aljumucata fi lmasjid nabawi waxaan ku tukanayaa masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayna tusalli aljumuca halkee adigu jumcaha ku tukanaysaa marasuu odhanayaa usalli ilaa fi masjidi bilaal baan ku tukanayaa ilaa ayna tusalli aljumuca adu halkeed ku tukanaysaa halkana maxaa ku qoran masjid cuhmaan baa ku qoran soona usalli waxaan ku tukanayaa fi masjidi cuhmaan ilaa ayna tusalli aljumuca adu halkeed jumcada ku tukanaysaa masjidi yaasir baa halkaa ku qoran marasuu odhanayaa ana usalli fi masjid ana usalli aljumcata fi masjidi yaasir
مسألة جو حنقول تكون يا ياسر إلى أين تصلي الجمعة أظهر هالكيد كنت كذا إذا ككل نهارنا يا أنا نهارنا أصلي الجمعة في مسجد السوق مسألة السوق كويال أيام كنت كذا إلى أين تصلي هالكيد كنت كذا إذا وهارنا يا سونا أصلي الجمعة في مسجد عمر أيام كنت كذا إلى أين تصلي هالكيد كنت كذا إذا وهارنا ككلنا أنا أصلي المسجد أصلي الجمعة في مسجد علي بن كنت كذا يا أبو مركورنا التدريب الثاني لا يرسك لبعض تبادل حوار مع زميلك أدي صاحب كأس ويدرس هذا محوها وضشة كيسي كما في المثال ستصالحك قرن تا واحد بيقول له هذا أذان العصر كابحيا وأذان كعصرك تا يتنين بارنا هيا بناء نكين للمسجد المسجد كان تقني تا واحد بايري أنا أصلي في البيت أنا أقول لك كنت كذا تا يتنين بايري سلي في المسجد مسجد كنت كو مرك الفجر يأشق بارك كقرن وحنا هذا أذان العصر إلى واق إلى السميسال الدنيا كواق والله متك أهي هذا أذان الفجر كان هو أذان كي صلاة الصبح هيا بنا إلى المسجد المسجد كي نكين وصورنا يا أنا أصلي في الشقة أنا الشقة أنا كنت كري وصورنا يا صلي في المسجد مسجد كنتكم الظهر المدرسة أي هل كقرن وحا مركا قولنا يا هذا أذان الظهر كاسي وحوي أذان كي ظهرك أيا بحيا هيا بنا إنكين إلى المسجد مساعد كان انتقني وصورنا يا أنا أصلي في المدرسة مدرسة أنا نو كنت كنية صورنا يا صلي في المسجد وار مساعد كنت كو وإن مري المغرب بها كن قرن الغرفة بها قرن هذا أذان المغرب كابحيا هو أذان كي مغربك هيا بنا للمسجد مساجد كنا كان وصورنا يا أنا أصلي في الغرفة قل كيجي مقصين كيجي ما كنت كريه صورنا أصلي في المسجد مساجد كوسوتكم على عشاء البيت بارك قرن هذا أذان العشاء كسو أذان كعشائك هيا بنا إلى المسجد مساجد كنا كان مرة صورنا يا أنا أصلي في البيت قولي ما كنت كريه التدريب الثالث هات الجملة كما في المثال واحد كانت الجملة دوسات صارها المثال أسمع أذان الفجر وحن مقلا يا أذان كي فجرك في البيت يقولك أيان كم مقلا أتوضع في الحمام حمام كان كويس يستا وأصلي الفجر مساجد كان كسوت كذا وأصلي الفجر صلاة الصبح كان كسوت كذا في المسجد مساجد الظهر المدرسة أنت ساعة هل كان كوكو قرن وحد دبنا كسر ناسا أسمع أذان الظهر وحن مقلا أذان كظهرك وحن كم مقلا في المدرسة تعرفوا مدرسة تشوجا أتوضع في الحمام حمام كان كويس يستا وأصلي الفجر فجرك أيام دي بنتو كذا ووصلي ظهرة ظهر كانت كذا في المسجد مساجد كان كسوت كذا هكذا حقور العصر الشقة أسمع وحن مقلا آذان العصر بان مقلا في الشقة أنا قوش كتر إيه مارت يقولك أتوضع وحن كويسي في الحمام ووصلي وحن كسوت كذا محي في المسجد بان كسوت كذا المغرب الغرفة باين نقرم أسمع آذان المغرب بان مقلا في الغرفة أنا قولك كتر أتوضع في الحمام بان كويسي وصلي وحن كسوت كذا محي المغرب مغربك في المسجد مساجد كان كسوت كذا هكذا العشاء البيت باقرن أسمع وان مغلا آذان العشاء وان مغلا في البيت أنا أقول لك شو أتوضع في الحمام حمام كان كويس يستا أصلي في المسجد مساجد أصلي العشاء عشاء واحد بدنا كسوت كذا في المسجد مساجدك التدريب الرابع كنا وحوي والله يلسك أفراد تبادل الحوار مع زميلك سوي أستاذ يا صاحبك وضع الشيكيسي كما في المثال ساتو صالحا قرن طا واحد يقول أين تصلي الفجر هل كنت كنت كتا صلاة الصبح طا اثنين بايد أصلي الفجر في مسجد طارق وحن كنت كذا مساجد في مسجد طارق وأين تصلي أنت أدو هل كنت كنت كتا طا واحد بايد أصلي في مسجد ياسر مساجد كالإلابة كنت كذا دبعنا الظهر بلال فيصل انت ساين وقرن وحورنا يا أين تصلي الظهر هل كنت كنت كتا بورنا يا وصورنا أصلي الظهر في مسجد طارق بان كنت كذا في مسجد بلال بان كنت كذا وأين تصلي أنت أذوها لكي كنت كذا صورنا أصلي في مسجد ياسر في مسجد فيصل وحن كنت كذا مساعدك في فيصل بان ظهر كنت كذا العصر السوق الحي با مركا كقرن أيها كقرن وصورنا أصلي وحن كنت كذا العصر في مسجد السوق مساعدك السوق بان كنت كذا أين تصلي أذو هالكيد كنت كتها صورنا يا أصلي في مسجد الحي وعن كنت كذا مساجد كحافظ المغرب الإيمان النور
ayaa markaa qoran soo niya usalli almaghriba fi masjid aliman masaat laba annu ku tukadaaye ayna tusalli ant adu xageed ku tukataa wa ayna tusalli ant halkeed ku tukataa soo na usalli waxaan ku tukadaa fi masjid an-nur masaat kale ila al-isha salman khalid ba qoran usalli al-isha waxaan ku tukadaa anu ashaayga fi masjid salman wa ayna anta tusalli halkeed adu ku tukataa soo na usalli في مسجد خالد بن كتك هذا أنقو التدريب الخامس أجمع عن الأسئلة التالية سؤال هنك الجواب هل تستيقظ متأخرا مجرد ما توصل لا بل أستيقظ مبكرا جورا توصل هل تسمع أذان الفجر ما مقش أذان كصلاة الصبح نعم أسمع أذان الفجر وأنا مقلا هل تصلي الفجر في البيت واحد كتك هذا صلاة جورجا لا بل أصلي في المسجد بن كتك هذا أين تصلي الظهر والعصر هل قد كتك هذا عصر الظهر ك أصلي في مسجدي طارق بن كتك هذا أوكله أين تصلي المغرب والعشاء؟ أصلي واحد كنت كذا في مسجدي بلال بن كنت كذا. أين تصلي الجمعة؟ هل جت جمعة كنت كذا؟ أصلي في مسجد الحرم. أين كنت كذا في مسجد الحرام؟ هل أنت مسافر إلى مكة؟ نعم أنا مسافر إلى مكة. هل أنت مسافر إلى المدينة؟ لا أنا مسافر إلى مكة. أين الصعودة؟ هل لديك منبه؟ ما هي ستة؟ واحد كبر رجع ساعدا لغطه صاكرة. نعم لدي منبه. وانهيس هل تعمل في الليل هبيك ما سقيسا لا بل أعمل في النهار ما أنت بشقيه سؤالها سو كلك جوابوري القراءة والكتابة إما هو قرالك هي أخرسك أولا القراءة وحن كهر ريننا مركهر أخرسك أن كهر ريننا التدريب الأول وهو الليل كوباد سل بين الجملة وصورة المناسبة وهذا كهر ريني ساد حريق سوحدا جملة ما يشكو قرن هي صور كهبون halka madina ku qoran halkana waxa ku qoran makkah iyo madina iyo turkiya iyo suuriya iyo misr anta musafirun ila turkiya adigu waxa u socotaa turkiya ayaa u socotaa marka jiimka ayaa turkiyadi ay ku qoran tahay huwa musafir ila makkata makku u socdaa makki alifka ayaa ku qoran tahay anti musafiratun ila misr masr ba tagaysa wa halka hadu ku qoran tahay ana musafirun lil madina مدينة تجيا وهالك بعض كقرن تهاي هي مسافرة إلى سوريا سوريا تجسا وهالك ذلك كقرية هاي سايس ردهنا التدريب الثاني سلبي بين السؤال والجواب واحد سكون حدا جواب سؤال شيء جواب إسله إسله ردهنا ويسك سهور شيء داني مدول بنا إسكون ما هبايسنا أين تصلي الجمعة هالك الصلاة الجمعة كتو كتابوري في المسجد الحرام هالك وو كقرية هاي أيام ركالو جبيجيا هل أنت مريض ميال حنون سنة ساعة أيوري دال كل كقرن حق قرن لا مايا أنا بخير وأنا وناك سنة هاي ثلاثة وحق قرن أي إلى أين أنت مسافر هل كيد أصعطها وح مركا حق قرن إلى مكة ووحوي وهل كألف كقرية هاي هل تستيقظ مبكرا موح توصى كور هري ذلك ما هو حقوقا هل تستيقظ مبكرا مجهرة توصى بعض يا إيسكو بيجين لا أستيقظ متأخرا جوردا ما توصى إلى أين إلى أين أنت ذاهب هل كيد تجي سبالك حقوقا جيم هو حقوق إلى المدرسة دي مدرسة دي من تجي يا وحقنا كوي لا هل تسمع الأذان أذان كم مرة قشة أيالكم قرن نعم أسمع الأذان وهل كهذا كقرن تاي هاوان مغلا سأسأل الدورة جوابته يسوع آشنا وهرعضة التدريب الثالث وحوي ليلة الصدحات اقرأ الفقرة انت نسكحرا أغلي ثم أجب على الأسئلة تبني السؤال هنك الجواب سلمان من تركيا منك سلمان ليلة تلك تركي كيم هو تركي وانا تركي أول شيء سلمان مسافر سلمان وحو أصعد أو صفر كتغي إلى مكة مكوك صعدة لسه لا تسوقوا سوتكدو في المسجد الحرام مساجدك الشرفة بضم هو مسافر لا مكة مكوح وقصفر إياه بالحافلة صف بالحافلة بصبة وقاضية سلمان سيصلي وحو كنت كن دونا في المسجد الحرام وكنت كن دونا الصلوات الخمسة شنطة صلاة ضوط اكرا الفجر صلاة الصبح والظهر ظهرك والعصر يا عصرك والمغرب يا مغربك يا العشاء عشاء قبا سلمان سلمان سيذهب وحو تجد دونا إلى المدينة مقالة مدينة يوم الخميس ما أنت خميسة سيصلي الجمعة جمعة وحو كنت كن دونا في المسجد النبوي إن شاء الله حدي الليلة من أي بلد سلمان دلكي وكيم سلمان
ومن تركيا أي كيمن ما جنسيته هو تركي وان تركيا إلى أين هو مسافر هل كون سلمان صعدا هو مسافر إلى مكة مكوس صعدا هل هو مسافر بالسيارة بابور ير أي كسفريا لا بل هو مسافر بالحافلة وحقو سفريات بس فماذا هو مسافر إلى مكة محو مكة أو سفريا محو أو تجيا مكة سبب تجيل سواء محي وحقو تجيا ليصلي أم ليصلي في المسجد الحرام سيوغو سوت كوي مسالك حرمة دي صرفت بضن ماذا سيصلي في المدينة محو كنت كندونا مقالة المدينة سيصلي الجمعة وحو كنت كندونا صلاة الجمعة هذا أما صلاة الجمعة صلاة الجمعة دو كنت كندونا متى سيذهب إلى المدينة كل مدينة تجدونا سيذهب يوم الخميس ما أنت الخميس ده أين يصلي الجمعة يصلي الجمعة في المسجد النبوي أي كنت كندونا التدريب الرابع كنا وحول الله يسك أفراد اقرأ الفقرة ثم ضع علامة الصح هذا الكنية يسكحرن واحد هرت أغري فقرة دو أنت يسكحرن تبين علامة الصح أو غلط أما تغلط كسر طارق يصلي الظهر ظهر كويح كنت كذا يوم العصر عصر ك في مسجد عثمان بكت كذا ويصلي المغرب والعشاء عشاء المغرب كويح كنت كذا في مسجد علي بكت كذا طارق يضع وحده قارن كليلة طارق وحده قا المنبه ساعدة دتك توسيسة يا جراعة وقت قال الله قط رجلي بجانب الدين عسر اكتاسي أو توسيسه ويستيقظ وحده توصل مبكرا قارفه ويصلي الفجر صلاة الصبح وكت كذا في مسجد بلال بكت كذا وينام وسحرة بعد صلاة الفجر وسحرة طارق يصلي الظهر في مسجد عثمان وحكت كذا طارق مسجد عثمان أي كت كذا ظهرك أي كت كذا تاسمك استحب على صاريا طارق يصلي العشاء في البيت وحكت كذا جرجة أي كت كذا قلت على صاريا مسجد علي بهيد طارق يصلي الفجر في مسجد عثمان وحكت كذا صلاة الصبح مسجد عثمان أي كت كذا صلاة الصبح أي يري taana waxa la saaraya qalad ba la saaraya oo wuxuu ku tukanay masjid Bilal buu ku tukanay Taariq yanaamu baad salaat fajr wuu seexdaa ta markaas sax ba la saaray oo uu seexanay Taariq yadaa al munabbaha bi janibihi ayuu dhiga iyadana waa la saxaya Taariq yastaqidu mubakkiran wuxuu toosa goor hore ayuu toosa iyadana sax ba la saaraya al thaniyan al kitabatu wa qoraalki al ardu wa soo bandhigi alif qaybta koobaad حرف كهاء أو مرة هاء يتابع القرية أو رياض كقرن هذا وهذا هذا بلغة هاي الظهر وظهر كمرك برتن كجرتو منبه هذا مرك أوطن بيسو هذه وهذه قابنيد ومرك أما أهر ليس أما أوطن بيسو لبدي بو يكون الكلام مكة هذا بويلي يا الظهر يا منبه يا هذه أفرطاء علي هذا المركب بلغة كجرتا الظهر نبرتك كجرتا منبه وقدم بيسا هذه وقدم بيسا لكن تعضو لبادي ملد بوه لبنية أهر وهي حق الدمومي حق هورا مكشو حال المركب مكة هي صلاة وكلية وهي تعض مربوطة هي قابني حق الدمومي كشا التدريب الأول وليلسك كوبات مر بقلمك على الحرف حرف خط القر إما خط الفيقار وتهادي لغو قرأي حرف كهذا خذ الفجار سقو قرن سفرت أفرزته التدريب الثاني انسخ إما كان جار قر ما لها بنان أذوق السداد أقر التدريب الثالث لا يلسك صدحات مر بقلمك على الكلمة أريجا وأري إمك وهذا باقرن هي الظهر باقرن هي مكة هي صلاة أفرتها أري مدل بخذ الفجار كوا ضمئ كوا قرن التدريب الرابع انسخ إما كان قر يضوق ما لها بنان أذوق قر يسمحي هذا الظهر مكة الصلاة كما دل في غاري سيمي لها بنان قار وقور العرض وحوي واسو برنك وقيبتها اللباطة يأدى قرال كيدا لبرنية مركا يأدى سلو قرى وحوي يقرأ ومر بلي وكوش تاسا سلو قرى عليكم مرة احد يكوش تاسا سلو قرى علي مرة ويقضن بيساوي شدن تهيو ساسا سلو قرى جدي مرة وحي كوش تاسا حق الدنبؤو مسجدنا هو ريبان علي ويا ريبان جدينا وحويان يا ديو قدن بيس لكن ريبا وكلا دوين سم منبه يا هذه وكلا دوين مرنا قارب وقرن مرك هذه تهي منبه مرك قابان تروا هذه وقابان ولكن كو قرن كلمة كلام
marka tanna waa maxay Aliyun waa iyadii oo reeban iyadii oo shidan yaad oo u dambaysay jaddi oo iyaduna iyad oo ay u dambaysay laakiin ay reeban tahay imkana tanna waa maxay waa cala waa marka iyadu way reeban tahay maxaa sa ka horeeyay fadhxa ka horeeyay jumada oo bishii ah maxaa ka horeeyay way reeban tahay cala waa cala ta hore toro waa cala tadamana waa cala fadhxa ka horeysa marka labada gooriyadu alif bay akhrisantahay yaa looma akhriyo cala iyo jumada iyadu ma sawirka laakiin akhriskii ama aha waa aliftii marka waxa noqonaysa maqsuurka ahayd at-tadrib awal wa layliska koobaad murra biqalamika ala al-harf harfka qalinkaaga ku dul feegaar yaadii baa la qoray iyadoo sawir baad ku dul qoraysaa at-tadribu thani insakh qor yaad qor meelaha banaanka ku qor at-tadrib athalith imkana waxa weeye layliska saddexaad murra biqalamika ala al-kalima imka kalimada ku qor maxaa qoran aliyun iyo jaddi iyo yaqra'u iyo alaykum ku dul qor oo ku dul feegaar kalimadan dhamayska tiran التدريب الرابع انسخ على علي جدي يقرا عليكم نجار امك اقر او سداد اقر اختبر نفسك امك واحد امتحان كقاديسا نفتاد وامتحانك وحويان والاختبار كي سدحات والوحده الثاني الخامسه والسادسه لبدي قيبود انو سو مرني قيبت السراد يا قيبت الحاد باي نو دمادي لبدا ساد امتحان اسك قاديسا أولا المفردات إريا لغو إتحامي قارة هورتا سل بين الكلمة في ألف وما يناسبها في باء واحد إسلحي الإنساء كوحدة ألف لغو هوس قري هي كوحدة باء لغو هوس قري لبضة إسله إسكو هبون إسكو قر مركزي إسكو هبوينهين واحد إسكو هبوينهين وحي إسقادا كرا إسكو قر تصالحا هكا ايمك واحد قران سمين ومبا قران محاك سور جيدي كرا نحيف او مارتي متاق درنا سمين ومثير بلي اما لفوي سمين واحد سور جيدي كرا نحيف واحد هكا قران لحم ومبا هكا قران محاك سور جيدي كرا تجاج او يسابين تبدن لما يهدى لحم تاسات كو بيه كرتا واحد هكا قران shaayun baa halka ku qoran maxaa ka soo horjeedi kara shaayun waxa ka soo horjeedi kara oo munaasaba ay noqon karaan qahwa baa halka ku qoran ayaa ka soo horjeedi kara ama sharaab baa ka soo horjeedi kara waxa halka ku qoran yaakulu baa qoran yashrabu baa la doonayaa qariibun baa halka ku qoran baciidun baa la doonayaa meesha ayadana ku qoran ما شراب وهاك سور شراب طعام باسله طبعا سال طعام ويا شراب باسله وهو حيس كسور جدي ياكل يشرب قريب بعيد قليل كثير شاي قهوة نحيف صميم لحم دجاج وصاص وكله سايس ردون ضع علامة غلط علامة غلط وحصارت على الكلمة الغريبة كلمة كعصب ماشى ظهر عصر مغرب آذان شاي قهوة جوعان ماء سمك شراب دجاج لحم طعام فطور غداء عشاء مائدة جوعان كسلان مريض يأكل يشرب يعمل الليل مكة المدينة منبه المسجد النبوي أريد هذا هذا كقرن وحي آنظه رو أرق واحد قرد خلط ثالثة كلمة غريب كان haddana kuba jirna waad ka deynaysa oo tooda bartay yani marka kuwan badankoodu waynu soo marnay marka taa hore todobaad helaysa tan waxaad helaysa todoba akmil jumlat bil kalimati taliya jumladan waxaad ku dhamaystirtaa erayadan soo socda al jum'ata mutaakhiran erayada halkaas ay ku qorayeen al jum'ata mutaakhiran al faakiha maridun at ta'am ashay musafirun kuwa meelaha banaan buux marka waxa hal tashar uu halka ku qoran maxaad ku buuxinaysaa ashaaya shaaha ma cabtaabaad oo nisaa marka hal tashrabu shaaya shaaha miyaad cabtaa laabu meel ma cabo ufadilu waxaan anigu jecelahay alqahwata bunka
ماذا تفضل محاد تعشي من الطعام بهالك بكا جلسة تاسسوا قادة عنتضاء مرسون أتم تمرتان دوني أشعل أنو هالك لو حقر ماذا تطلبين محاد دوني سا ما تهروا الفاكهة ماذا تفضل من الفاكهة ويتاس من الفاكهة خطرة محاد تعشي التمر بقى مركا جلسة ماذا تطلبين محاد دوني سا من الطعام بعد ما كان كاسو قرن نساء وارجع كقرن انتظر الأرز والسمك بعض قرن نساء مركب واحد دونية بريس يكلو هل كان واحد كقر هل أنت لا أنا بخير هل أنت واحد برنامج كار خدمة نساء واحد بدورنا يا هل أنت مريض مياد بكتا وسأل لا ما أنا بخير أنا قوم ونايسنا أين تصلي هل كان كقرن أين تصلي في المسجد الحرام إن شاء الله أي أمرك أكو قرن هل كأخرى يسمح يا لي أين تصلي الجمعة هل كنت معاذ كنت كنيسة وصورنا في المسجد الحرام بأن كنت كنيسة إن شاء الله هدي الله إله هل تستيقظ أي هل كأكو قرن مياه توستا هل كأخرى محاين أكو قرن متأخرا مقاردا با توستا وصورنا لا ما توسو بل أستيقظ مبكرا قرر توسا لماذا للصلاة في المسجد النبوي هل كأكو قرن محامر قالونا لماذا أنت مسافر ما هذا بقول صفر إسحاق للصلاة في ال ما هذا صفر إسحاق هذا بقول صفر إسحاق وحنو صفر يا للصلاة في المسجد النبوي ما هذا صعوتين إسحاق وحنو صعوتين أنكوا سوت كذا مساعد كنبي ثانيا تراكيب والتراكيب وحن نحو بهالكين وقرن تراكيب تين نحوها بكرة بحرون يصحح الأخطاء هذه خلالات بقى كتيرة خلالات كاسة ماذا تطلب من الطعام يا فاطمة الخصاصة كوغر فاطمة المحادون يسعون تضر وقرب ولا هذا ماذا تطلبين أو قدق لقدق فاطمة المحادون يسع هل تشربين الشاي يا أحمد أحمد وشاها مع عبتها وقرب ولا هل تشرب الله إلى هذا أكل ثلاثة وجبات في اليوم وهنعنا ثلاثة وجبة في اليوم ساسا قرن وغلط هل ثلاثة وجبات وهل تسمعيه إنه مفرد بقرة ثلاثة وجبة بقول ثلاثة وجبة هل حليبا وحونا ما ننتي أيا قرن لين عنا صدح باك قرن اسم الله ثلاثة وجبات صدح حل عنطو أيا وحونا أربعة وحو المسجد بعيدة عن البيت مصاحبا مسوا خلط وخلط المسجد بعيد ومذكر معنا ثماها عن البيت قريبه كفقيه أنا مسافر إلى مك إلى المكة مكان تجيه هل كي قد كنت إلى إلى المكة وعلم أسلم مجلي وخرب أنا مسافر إلى مكة مكان تجيه أنا ذاهب للمسجد مساجد كان تجيه أي قري ينتظر 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 أنا ذاهب معك تاسوا غلط فعل أمر بو قري فعل أمر بو دوني مضارع بو قري ينتظر ينتظر أنا ذاهب معك وأنك راعي وهنا يا انتظر بورن لها يسوق أنا ذاهب معك وأنك راعي ثانا وحلوه ليا تلحق درجو ولما ينال لما يستلم امتحانك وينوس عضا مركا أنت عساين وهو سينير وهر عندنا إن شاء الله بيدنبه وقت جو قرض بقى وجي والله أعلم بسبب الله توفيقه.